أيامك سعيدة وعيدكم مبارك، أيامك سعيدة وعيدكم مبارك، أو أيامك سعيدة وعيدكم مبارك، أو أيامك سعيدة وعيدكم مبارك. أيامك سعيدة يا رفيع العود، يلي بالحسن مثلك فلا موجود، أدعي لك تحج والنبي المعبود، أدعي لك تحج والنبي المعبود. بالحجة أنا وياك نتشارك أيامك سعيدة يا با، أيامك سعيدة، أيامك سعيدة وعيدك مبارك. أكيد كل الحب وتحايا لكم مشاهدينا وين ما تكونون، وكل عام وانتم بألف خير، وعيدكم مبارك. وأيضا أعايز زميلتي نور، كل عام وانتي بخير. كل عام وانتي بألف خير، عيدك مبارك ومساءك خير وعافية. بالتأكيد مشاهدينا الكرام مساءكم خير وعافية ومفعم بالطاقة الإيجابية، عيدكم مبارك وعيد خير ومحبة وينعاد عليكم بالصحة والعافية. برنامج عيدكم سعيد رح يرافقكم طيلة أيام عيد الفطر المبارك، بالتأكيد بفقراته الجميلة والإضافة الأجمل رح تكون فرقة المربعات البغدادية بقيادة حسين القيسي. بالتأكيد رح نروح لفاصل وراجعين بالفقرات المميزة. مرتي تقول شايب بعد ما ريده، ومرتي تقول شايب بعد ما ريده، ويا شي تقول شايب بعد ما ريده، ومرتي تقول اكسر ايدي، مرتي تقول شايف بعد ما ريده، يا شي تقول شايف بعد ما ريده، اه مرتي تقول شايف بعد ما ريده. انتي سبب شيبي شحكي وش اقول، والله فضحتيني وتدقي لي طبول، تدعي علي تريد عمري ما يطول، تدعي علي تريد عمري ما يطول، مليون مرة للكلام تعيده، مرتي تقول شايف بعد ما ريده، ويا شي تقول شايف بعد ما ريده. إذا رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل الجميل، وأكيد اليوم حلقتنا حتكون مميزة ونتكلم عن أحد البرامج في برامج الرمضانية. أكيد يا نور حيب الزاكروس كلش انتشر كلش نجح من الآونة وأخيرة وحقق صدى واسع، أكيد كان من البرامج الناجحة، وكان من أخراج ياسر هادي، وأيضا من تقديم وأعداد رسل السامي الرائي، وأيضا شاركها بالتقديم مغيث خالد. كل عام وانتم بألف خير، عيد مبارك عليكم. كل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بألف خير. شنو شعوركم؟ عيد مبارك علي وعلى نور أيضا حبيبتي. أكيد بالتأكيد عيد مبارك على كل من يشاهدنا ويتابعنا من خلال شاشة الحب في شاشة الأم زاكروس الفضائية. أكيد. طبعا أنا اليوم جدا سعيدة لأنه أنا حاضرة بوسط عائلتي، أنا ضيفة، هذا الشيء جدا حلو. أهلا وسهلا بيكي كل وقت. نورتينا. أنتم نور ربي يحفظكم.
الله يحفظكم. طبعا قبل أن أتحدث البرنامج أنا أحب أوجه شكر خاص إلى الفرقة اللي كانت مرافقتنا طيلة البرنامج وطيلة شهر رمضان المبارك، هي اللي كانت لها بصمة في نجاح هذا البرنامج، وأكيد الجنود المجهولة اللي تعبوا ويانا يعني تعب اللي خلف الكواليس، اللي خلف الكواليس طبعا. دائما اللي هم مطلومين دائما بالتأكيد، بس احنا دائما نوجه لهم شكر وتقدير على كل الجهود اللي تبذل. اكيد طبعا. طيب رسل، بما انه انت مقدمه البرنامج ومن اعدادك، كان شنو شعورك من بعد ما شاهدتي البرنامج نجح وحقق صدى واسع؟ بصراحه انا جدا فرحانه. تعرفين ليش فرحت؟ فرحت لانه البرنامج تعبت عليه هوايه، لانه الفكره اني قديمه عندي، يعني من زمان محضرته، من زمان محضرته وحضرته وتوقف، وحضرته وتوقف وحضرته يعني وتكسر. صارت عراق البرنامج، عراقيل كلش هوايه. لكن هو صح البرنامج احنا نشوفه بسيط، لكن كان بعراقيل وتعب تحضير كلش هوايه مسبق. هذا البرنامج كان حصاد التعب الاشهر الماضيه، فانا كلش فرحت. هو هذا النجاح اللي حصاد التعب. نعم طبعا. استاذ ياسر، شنو شعورك بنجاح البرنامج؟ والله كل عام وانتم بخير، وانت بخير سعيد عليكم وعلى مشاهدينا. والله البرنامج يعني هو على بساطته يعني، بس هو كان بعراقيل هوايه يعني. نعم. او بصعوبات. هو سبب نجاح البرنامج انه تقدم بحب واخرج بحب ايضا. نعم. بالفعل. شلون شفت تفاعل الجماهير اثناء التصوير؟ والله تفاعل الجماهير كان يعني فاجئنا، يعني احنا كلش تفاجئنا، لانه تعرفين يعني مغامره، انت تجين لعبه تسويها بنص ناس عاديين، يعني لازم تجمعين ناس يعني ببساطه من عموم الناس، انت وتسوين فريقين وتقنعيهم بانه يلعبون بحبس. نعم. يعني لازم انت تقنعيهم، فالموضوع يعني ما كان يعني ما كان ببساطه يعني. بالبدايه يا نور، هذا سؤالك كلش حلو ومهم، لانه بالبدايه واجهنا صعوبه اول حلقات، من بعدها يعني؟ لانه الناس كانوا ما يعرفون البرنامج، ما يعرفون فكره البرنامج شنو. نعم. من بعدها هم قاموا يجون يقولون لنا حتى وان شلون ما كان نشترك بالبرنامج، حبوا البرنامج، حبوا الفكره، وانت كنت حاضره في حلقه من الحلقات، فالمفروض هذا السؤال انا سالت شيء بعد شويه انا راح اسالك. طيب يا رسول، هو يعني صراحه يعني الصدى حلو، الصغير والكبير يعني تشوفين كل العالم. انا كنت اتمنى انه الجمهور اللي يخلي يعني خلينا نقول من خلال الشاشه يشوفونه ويشاهدوا، كنت اتمنى يحضرون بالمكان واللوكيشن ويشوفون فرحه العوائل. صح. اي هي هاي كانت اجمل شيء. انا بصراحه هو كان النجاح بعيننا. صح. نعم. صحيح. طيب رسول، احنا نتكلم عن محيبس زاكروس. نعم. احنا نعرف المحيبس بصوره عامه انه اكثر شيء يلعبوها الشباب، صح، ويكون قائد الفريق شاب. صح. شنو كان شعورك في وسط كومه من الشباب وانت دا تلعبين وياهم محيبس؟ شنو الشعور كان؟ انا ما كنت العب محيبس، انا كنت مقدمه البرنامج بس دا تلعبيهم. بس انا دا العبهم، انا دا اقود الحلقات بالضبط يعني. الشعور كان حلو، لانه احنا صراحه سوينا البرنامج استثنائي بكل تفاصيله. حتقولي لي شلون؟ راح اقول لك سوينا حلقات استثنائيه نسائيه، وحلقات ايضا جمعنا الشباب والشابات اللي هم مراسلين ومقدمين. نعم. فصار اكو بي خلينا نقول اضافه نسائيه. حلو. يعني هو كان شباب. هو المعروف عن المحبس بصوره عامه هو برنامج تراثي بحت رجالي، خلينا نقول. نعم. احنا حاولنا نطوره وندخل بيه النساء، تحدثون الفكره، وتحدثون حدثنا الفكره عفوا، بس صارت حلوه يعني، ولاقت صدى كلش حلو واسع. طيب. والحلو بالموضوع انه حلقه نسائيه كانت مميزه بحضور مديره مقر قناه زاكروس رئيس استيفال حسين، طبعا كل تحيه لها، وعايدها احب اعايدها من خلال شاشه برنامج عيد سعيد. صح. اي سعيد. عيدكم سعيد. احب اعيدها واقول لها كل عام وانت خيمه تلم هذا القناه وتلمنا بحب. اكيد اكيد طبعا ان شاء الله. طيب رسل، ما حسيتي باستغراب انه انت تلعبين محيبس وسط هذه المجموعه الكبيره؟ بصراحه انا احس باستغراب، بس بعدين تعودتي. اكيد احس باستغراب واحس بتعب، بس انا اليوم لازم انه خطيت خطوه لازم اكملها للاخير. اكيد طبعا بالتوفيق. الله يوفقك. طيب يعني هي خطه الخطوه تتحملها، لانه هي يعني هي تعبت بالبرنامج وكلها فكرتها. طبعا انا حضرت وشفت خطيه يعني. لا هي فكرتها، وهي اختارت اللوكيشن. يعني هي من كنا نحضر البرنامج فهي قالت هو ميرهم الا احنا. احنا نحي اجواء ولويه استاذ ياسر، ضدنا نحي اجواء شعبيه بحته.
تراثية. يعني حتى اللوكيشن تشوفين يعني المكان، القنافات الهاي التراثية القديمة تعبانة عليها كلش، تعبانة على الأجواء كلش تجنن هناك، فاتتك كلش فاتتك. بما أن الأجواء فاتتني، شو رأيكم نروح نشاهد لقطات من محيبس؟ بالتأكيد مشاهدين الكرام خلينا نروح نشوف لقطات من برنامج محيبس زاكروس وراجعين وياكم. عليك يا ابن شعيب برقبتك الموضوع ترى ان شاء الله متوكل على الله. قول يا الله ايش المشاركه؟ شو تقول للعمدة القيسي؟ قول له دق عيني دق عيني دق روح ايه. فاضل كم عظمة بقت لك فاضل؟ أربعة؟ صفقة ست هيفاء الحسيني. يا حلو يا حلو تفضلي ست. حبيبي ست اليوم كانت حلقة مميزة رائعة راقية بحضورك اكيد. وطبعا هواي سعيدة انه اشارك المحيبس وايضا اكون متواجدة هنا، سعيدة هواية بهذا التجمع الكبير، الناس فرحانة، فاز فريق شوسو. كانت حلقة مميزة للنساء يعني، وهاليوم نشوف النساء تلعب المحيبس وتفوز به فشيء إيجابي كلش، وإن شاء الله حظ أوفر لك مغيث في الحلقات القادمة. وهذه احتفال بسيط بحضورك أكيد هذا قليل بحضورك، لكن اليوم نورتينا وشرفتينا حبيبتي. وهذا شيء اليوم يعني اضافه. شكرا جزيلا، انا احب ادعم الكادر وادعم كل البرامج، وما شاء الله ما شاء الله مميزين وكادر مميز، واشكركم واشكر كل الكادر اللي خلف الكواليس، اشكر المخرج ياسر. إذن رجعنا لكم مشاهدينا من بعد ما شاهدنا اللقطات الجميلة من برنامج محيبس في أجواء رمضانية، أكيد منورينا اليوم في برنامج عيدكم سعيد أستاذ ياسر وأيضا
رسل السامرائي. استاذ ياسر احب اسالكم موقف محرج صار وياكم اثناء التصوير. تدين موقف محرج يعني مثلا مرح كوميدي يعني لو صعوبه. صعوبه لا. صعوبة احنا اول شيء اشتغلنا يعني من نبدأ نشتغل نصور حلقة نسميها صفر اللي هي متن عرض اللي طيب. فيها يعني اخطائنا او شنو او اضافاتنا شنو. فكان الموضوع جدا صعب بانه انت تنزلين بين الناس وتقنعيهم بانه يجون يلعبون بحبس. صح. فانت شو تسمعين؟ تسمعين التعليقات مثلا تقول لي يا بعدنا برنامج بحبس وننطي هدايا. اللي يقول لك هذا البطران. ايه واحد يقول لك العالم وين وانت وين. هذا الموضوع كان صعب بينهم يعني لازم. الناس ما كانت تحب تشارك. اي بالبدايه ما كان اكو احد يحب يشارك. طيب. زين بس احنا يعني من قمنا نجمع الناس وقاموا يعرفون بانه احنا دا نصور هنا لا الموضوع سهل علينا يعني قاموا يجينا جمهور وقاموا يجونا ناس تريد تلعب و... حلو بعدين تفاعلت الناس تفاعلت ويا الموضوع. أتوقع بس هو بالبداية كانوا مستغربين. أقاطع أستاذ ياسر نعم. إنه بعدين الناس قاموا هم يجون يحجزون أنتوا ياهم حتى يجون يصورون بس حتى يجون يصورون وحتى مثلا نجي نلقى الفرق مكتملة. حلو هذا الحلو. رسول أنت قبل شوي حدثتيني عن إنه الفكرة من زمان موجودة عندك. العام تولدت الفكرة عندك. العام قررت تصوريها. العام هي الفكرة كانت موجودة. نعم. وطرحتها بس كان ماكو يعني وقت للبرامج. حلو. لكن هذه السنة هي الواحد رب العالمين يعني شلون صارت ما أدري يعني هي إحنا صح حاولنا بس هي صارت يعني بعد. طيب أستاذ ياسر إحنا عرفنا إنه أكو فرقة شاركتكم بمحيب الزاكروس وهي اللي كانت مسوية الأجواء وأيضا اليوم شاركتنا فرقة المربعات البغدادية. طبعا مية هلا بيكم اليوم في برنامج عيدكم سعيد. فبداية كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد فطر المبارك وأكيد إحنا اليوم حابين نتعرف عليكم أكثر. ونعرف شلون كانت مشاركتكم بمحيب الزاكروس. كل عام وانتم بألف خير. عرفونا عن نفسكم بداية. عازف الطبلة عمدة القيسي. أهلا وسهلا بيك حضرتك. عازف المربعات حسين القيسي. أهلا وسهلا. علي البغدادي عازف الرقم. عازف الحشبة عمومية بلاطن. أهلا وسهلا بكم جميعا. كل عام وانتم بألف خير. أهلا وسهلا. عيد سعيد عليكم. أهلا وسهلا. كلمونا عن مشاركتكم في محيب الزاكروس بداية. والله انا احكي لك عن البرنامج هذا. برنامج بالامانه برنامج كلش حلو وشاركنا بجميع القنوات بس نعم. هذا البرنامج الوحيد وست رسل هي معده البرنامج نعم. شفنا مفاجاه حلوه قبل ما نجي للبرنامج نباوع الناس من حسوا بينا بالمحابس قبل ما نوصل نلقى الناس كلها قاعدين وجاهزين ليش متحمسين متحمسين للبرنامج لان البرنامج احنا حسينا بيه كانه برنامج العائله الوحده نعم. يعني جمع جميع الطوائف اللي الموجودين نعم. دون استثناء ونشكر المخرج استاذ ياسر اللي تعاون ويانا طبعا تعاون كلش حلو وقلبه طيب وبدون عصبيه بدون شغلات وبرنامج ناجح 100% اكيد طبعا. طيب كلمني عن موقف غريب او ظريف صار وياك في محيب الزاكروس. والله انا صار وياي موقف واستاذ أكيد ياسر اكيد هوايه مواقف صايره. اي استاذ ياسر هو اللي خلصنا بالموقف اللي هو خلصنا البرنامج بالليل انتهى دا اطلع نعم. للسياره دا اخذ جماعتي سحبت القطره لقيت ولا قطره دهن أي. زين ساعه بالوحده بالليل انا شلون راح ارجع ولا قطره دهن خابر لي استاذ ياسر راسا نعم. لا بس هي سترسل سترسل خابرت لي كانت اي كانت ويا طبعا اكيد هو ماكو فرق بين استاذ ياسر ماكو فرق مو هي كانت في المقدمه شكينا لها قلنا لها وحكت ويا استاذ ياسر نعم. راحوا للمخزن رتبوا لنا شغله والله نقدونا وصلت والحمد لله والشكر المهم البرنامج كمل على المهم البرنامج هو كان كامل بس احنا طلعنا نروح للبيت نعم قلت سحبت القطره لقيت ولا قطره ولا ونقدكم استاذ ياسر نقدنا استاذ ياسر الشيء المميز اللي شفتوه بهذا البرنامج المميز شفنا الفرق يوم عن يوم يعني اليوم صارت لعبه البنات والولد وثاني يوم المميز الناس قامت تجي اليوم مثلا بيهم 200 300 واحد اليوم الثالث 500 يوم عن يوم قام يزيد يعني حتى احنا نتفاجئ استاذ ياسر قام يعطيهم مجال يابا شويه رجعوا اعطونا مجال ليش الناس مستمتعين ومرتاحين سهوله يعني البرنامج كان كله تصوري حتى النسوان قاموا جنيه هلهلن موجود بالبرنامج جنيهلنا هالقد ويا الغنى ويا الشغلات هلهلن هالقد الفرحه مالتهم بهذا البرنامج طبعا هو التفاعل كله اللي كان بالبرنامج كان عفوي ما كان محضر له لا من قبل الناس ولا من قبلكم انتم اكيد الحماس اللي كانوا بيه بفضلكم انتم لان انتم اكيد سويتوا اجواء كلش حلوه نجاح البرنامج طيب شنو رايكم تسوي لنا اجواء حلوه بمناسبه العيد ان شاء الله تخلونا احنا هم نتونس حاضرين حاضرين يلا جاني العيد
وابني يريد عيدي يا اجاني العيد يريد عيد هاوي جاني العيد وابني يريد عيد هاوي جاني العيد وابني يريد عيد جاني العيد وابني مشلم ذراعه حاضر للصرف صاحب والثوطة ستر وبنطرون شريت لو ساعة ستر وبنطرون شريت لو ساعة قمصان أربعة حلوة عراقية وجاني العيد وابني يريد عيد وجاني العيد وابني يريد عيد يا بي جاني العيد وابني يريد عيدي عاش صوتك وعشتوا انتم وكان حقهم الناس من حي بالذاكره يتحمسون على هاي الاجواء الحلوه كان لكم وجودكم فضل كلش كبير من حي بالذاكره ان شاء الله شكرا لكم وعيدكم مبارك للمره يا مرحبا اهلا وسهلا ومرحبا وانت بالف خير انصاب القلب بعيونه انصاب القلب بعيونه شلون انصاب بعيونه صاب الدليل وطر لما نظرني مره او يا رب شفيني شره يا رب شفيني شره ما اقدر انا على فنون انصاب القلب وخليته هو وذاته خليته هو وذاته المخبل اللي دربونا انصاب القلب بعيونه شلون انصاب بعيونه انصاب القلب بعيونه انصاب انصاب بعيونه يا بن صاب القلب بعيونه رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج عيدكم سعيد أكيد منورينا سترسول وأيضا أستاذ ياسر أكيد إحنا راح نروح نشاهد آراء الناس في برنامج محي بالذاكرس ولكن قبلها أريد أسمع آراءكم شلون حتكون آراء الناس وشنو تتوقعون حتكون والله بصراحة يا نور بداية خلاني أنا الطرائية قبل أستاذ ياسر من وجهة نظري يعني إذا كان صعب أم لا ما أعرف لكن أنا بصراحة أنا شفت إنه البرنامج حقق صدى واسع الى متابعينه والى جمهوره والى ناس تحبه نعم. فلذلك انا اشوفها حتكون الاراء ايجابيه بصراحه ما اعرف طيب استاذ ياسر والله اللي شفته يعني داخل اللوكيشن يعني اللي الداخل والخارج يعني الناس كان تفاعل قوي يعني بس اراء الناس متحمسين نشوفها اكيد يعني ان شاء الله تكون ايجابيه واكيد راح تكون اكيد اكيد الموضوع لانه الناس كانت تتفاعلون بحب نعم طيب اكيد راح نروح نشوف اراء الناس واكيد حتكون ايجابيه وكنا متحمسين حتى نشوف اراء المواطنين في برنامج محي بالذاكرس خلينا ننتقل للزميله بان بان كل عام وانت بالف خير شنو اراء المواطنين في برنامج محي بالذاكرس يا بان نعم شكرا زملائي مساء الورد على كل من يشاهد ويتابع قناة ذاكروس الفضائية وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عاده الله عليكم باليمن والبركات ألتقيكم اليوم في أحد مولات بغداد حتى نتحدث مع عوائلنا العراقية بخصوص برنامج محي بالذاكروس نشوف شنو رأيهم بهذا البرنامج وتأكيد خليكم وياي مرحبا أهلا وسهلا شلونك؟ الحمد لله شنو رأيك ببرنامج محي بالذاكرة؟ البرنامج جيد جدا وهو من التراث العراقي وأخذ نجاح واسع تابعناه الحمد لله شكرا حيل حلو وعاش ديديكم شنو رأيك يعني ناجح؟ حيل ناجح يعني احنا تابعناه رمضان كله يعني فد يحط لمسات لأيامنا وأيام أبائنا وأيام أجدادنا لعبة تراثية وأحسن من غيرها اي صح العاب هسه الشباب دي يداولوها تونس بيها حتى احنا الشباب هسه يعني حتى هو رجع يعني نلعب وهاي حتى بالشارع بالسحور للسحور ممكن نلعبها ومباراة همين باوعنا البرنامج حيل حلو عاش تيديكم شكرا لك اهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا شلونك؟ هلا وبيت الله يسلمك
اول شيء كل عام وانت بالف خير. انت بالف خير، صحه وسلامه، اشكرك. شنو رايك ببرنامج محيب الزاكروس؟ والله برنامج حلو صراحه، كان يراسم البسمه على وجوه العراقيين. مثل ما تعرفين احنا رمضان عندنا ما يحلى اذا مو لعبه المحيبس. لعبه قديمه بالضبط، لعبه هي تراثيه، واحنا هي اساسنا من لعبه المحيبس، تذكرنا باجواء رمضان وهاي الاجواء الشغلات الشعبيه وهيك، كلش حلو. عاشت ايدكم على البرنامج. مرحبا، اهلا وسهلا، شلونك؟ بكم خير الحمد لله. شنو رايك بهذا البرنامج؟ برنامج جميل، دام تابعته؟ تابعته كم حلقه من يمه، دام يذكرنا بقعداتنا احنا نقعد بالقهاوي او بالباب. جميل والله. شكرا لك. نعم مشاهدين اكيد متواصلين وياكم، مرحبا. هذا مرحبا، شلونك؟ حياك الله. نعم وانت بالف خير من بدايتك. انت بالف خير، حياك. تابع برنامج محيب الزاكروس؟ تابعه، حال راقة جدا. شنو رأيك بيه؟ والله راقة حال ومتابعينه، ويعطي نكهة خاصة بأجواء رمضان. تبعتك تلعب هاي اللعبة؟ بعد نلعب هاي اللعبة حسا، وبعد ورثناها من أجدادنا قبل وقديم يعني. شكرا لك. نعم مشاهدينا الكرام، مثل ما شفنا هذه كانت آراء الناس بخصوص برنامج محيب الزاكروس، وهذه عودة إليكم. اذا شكرا الاجبان اكيد، وشكرا على هالاستطلاع الجميل. شنو رايك بعد ما سمعت اراء الناس ببرنامج محيب الزاكروس؟ والله يعني شيء ممتع، هو يعني تفاجئنا، قلت لك احنا الموضوع يعني هو كان يعني مغامره يعني. نعم مغامره يعني، احنا يعني حتى من يمكن من عرضنا على الاداره يعني ما كانت مقتنعه بالموضوع، او ما كان عندها الفكره، الا صورنا الحلقه صفر يعني يلا صار عندهم اقتناع بالموضوع يعني. وكانت الآراء إيجابية الحمد لله، مثل ما توقعنا قبل ما نروح للاستطلاع. بالضبط يعني أنا كنت أتوقع إنه الآراء إيجابية الحمد لله والشكر. قلت لك إنه البرنامج حقق صدى واسع للشارع العراقي، وأيضا من خلال شاشة الزاكروس الفضائية. نعم. وهذا شيء حلو ممتع. أنت اليوم قلت لك قبل قليل إنه يشوفين طفل يقول لك أنا ما أنام إذا ما أشاهد البرنامج. نعم. مو بس واحد، هاي يعني حالة من ألف حالات. أكيد. هذا الشيء كلش حلو. نعم. طيب أنا أحب أسألكم بعد إذنك، أكثر الحلقات اللي عجبتكم؟ اكيد هذا السؤال شوي لعبتي علي وتر حساس بصراحه. هواي حلقات حلوه صراحه. هواي يعني عندنا مال فرق درجات بغداد كان حلو، حضروا تقريبا 150 واحد يعني. نعم. فحسينا احنا يعني ما قاعدين بقاعه او يعني حاسين بالمدرجات مال ملعب الشعب يعني. أيوه. موجوده نازله التصوير مالته يعني، والهتافات مالتهم زين. شنو الحلقه النسائيه اللي سويناها كانت حلوه. حلو. الحلقه اللي سويناها حضرتيها انت؟ اي اكيد، اللي كانت فريق شباب وبنات، فريق مراسلين ومراسلة. زين شنو رايك بيا؟ العباني اعرف العب. انت اكثر وحده كنت متفاعله يعني. كانت حاضره نور وياكم يعني. اكثر وحده كانت متفاعله يعني ولاعبه يعني. طيب شهاده من عندك. انتوا اكيد استمتعتوا بفرقه المربعات البغداديه، شويه نستمتع احنا وياها ونسمع منهم شيء بصراحه. يا نور هم كانوا ملح البرنامج. بالضبط، هم اللي سووا الجو، هم روح البرنامج. نعم. كانوا كلها عندهم بصراحه. حلو. لولا هم ما تكتمل هذه يعني. حلو. انا اردحت يعني هم كفرقه. نعم. يعني مبدعين من كل شيء. يعني تعرفين شنو؟ نعم. يعني هم يعني مو من الوسط الاعلامي ولا محتكين بالاعلام ولا. نعم. بس الايعاز ياخذوه. نعم. يعني استاذ حسين اولا يعني شو تقولي له يكتب؟ نعم. راسا يكتب لك المربع. نعم. شغله ثانيه بس تاشري له قام غنى يستلمك. حلو. ما قام غنى حتى لو مثلا لما دي بيتون المحبس. او من دي يطلعون المحبس الفرقه بس تاشر لهم قاموا يعزفون. يعني كانوا يعني بالاعازات اول باول بالهم يعني. نعم. كل شم المخرج يعني ابدعوا صراحه. طيب يعني والتحيه والحب لهم، فنانين من كل شيء. وهاي انصف لهم هم يستاهلون، نقول لهم كل التحيه والله تستاهلون. طيب استاذ حسين، بما انه انت كنت المساهم الكبير في برنامج محيب الزاكروس وبخلق الاجواء داخل هذا البرنامج، شنو رايك تسمعنا شيء هسه؟ ان شاء الله. جينا نعيد ونرجع لاهلنا، قرعنا المر علي فراق وصبرنا. جينا نشوفكم ما
معكم أكيد من بعد هذا الفاصل ومستمرين بحوارنا ويا سترسل وأستاذ ياسر بخصوص برنامج محيبة زاكروس. أكيد شفنا الكثير من الأمور الحلوة بهذا البرنامج، ولكن أريد أسألكم عن موقف أكيد هو البرنامج بصعوبات وبسيئات وبأشياء حلوة. أنا سمعت خلف الكواليس أن أكفد موقف صار بخصوص المحبس، اتكلم لي علي أستاذ ياسر. الحلقة السادسة من صورناها، نعم، هم مغيث بالعاده مني يعني يطلعون المحبس يريدون يسلمون الهدايا حطها قدام المحبس. حلو. فالمحبس وين حطها؟ حطها بطرف الميز. أيه. ووزعوا الهدايا. فمن وزعوا الهدايا الناس بالعاده وين تجي تتقدم؟ تاخذ حلويات. أيه. نوزع لهم اياها. حلو. واذا هم جمهور هوايه يتقدمون. فمن تقدموا انا عيني علي دا بابا، فتقدمت مليت المحبس. يعني شي غفل. اي السادس حلقه هو المحبس انفقد. وبعدين شلون كملتوا الحلقه؟ كملناها يعني اتوقع انه هو اللي اخذ المحبس هو متخيل انه المحبس ياخذه ويروح وياخذ الهدايا. بس يقول استاذ ياسر انه ناقش اسم زاكروس على الحلقه، ويعني تعبان المحبس. ايوه حفرت عليه اسم قناه يعني زاكروس، ولان هو هذا اللي استخدمناه بالبرومو والعلبه يعني حلو. طالع بالبرومو حتى مكتوب زاكروس يعني العلبه والمحبس. لا 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 العلبه موجوده، بس المحبس اختفى. المحبس راح، العلبه موجوده، المهم خيرها بغيرها صارت. اذا ست رسل، موقف صار بينك وبين الزميل مغيث، تحياتنا له اكيد ونقول لك كل عام وانت بخير. اها مغيث طبعا اكيد تحياتنا. اكيد يصير مواقف بيناتكم. اكيد اكيد هو مواقف، لكن من ابرز المواقف السبحة. اللي دائما هي كانت مسويت لي عله بين قوسين السبحه، فكنت دائما اقول له مغيث جاي نعيد واريد اعيد واريد عيني يعني. أي. بس عوف عيني بصفحه يعني لا تحطط في لي اياها. شباب لازم السبحه شوي ينفع هو يندمج في الفرقه، بالتالي خمها طير عيني، فديقلقها اكثر من مره يعني، فيضربها بشعرها براسها. طيب بما انه جبنا طاري مغيث، خلينا نروح نشاهد اول شيء اكيد عايده، وكنا نتمنى انه يتواجد ويانا اليوم، ولكن هو حينقل لنا اعياد العيد في منطقه من مناطق بغداد. بالتاكيد مغيث كل عام وانت بالف خير بمناسبه عيد فطر المبارك، اكيد عيدك حلو ومبارك لان انت كنت في برنامج محيب الزاكروس والقى صدى كلش واسع وتم النجاح هذا البرنامج في رمضان المبارك. اذا حاليا انت راح تاخذنا في جوله في عيد المبارك، شنو الاوضاع يمك وشنو الاماكن الموجوده يمك وشنو الاجواء العيد اللي متواجده حواليك يا مغيث؟ نعم بالتاكيد زميلاتي اليوم عندنا نورين، فكل عام وانتي بالف خير نور سعد، وكل عام وانتي بالف خير نور عسكر، وما انسى الكادر مالتي المتميز برنامج بحيب الزاكروس المخرج المبدع ياسر هادي، وكذلك زميلتي رسل السامرائي. كل عام وانتم بالف خير، وكل كادرنا ان شاء الله بالف خير، وعلى راسهم ست هيفاء الحسيني ان شاء الله يكون عام مليء بالافراح والمسرات، وكل عام وانتم جميعا بالف خير. كذلك مشاهدينا الجميلين اللي دي يتابعونا خلال شاشة الحب شاشة زاكروس الفضائية، كل عام وأنتم بألف ألف خير، ينعاد عليكم بالصحة والعافية وتحقيق كل أمنياتكم إن شاء الله. اليوم أنا شغلي هم داخل الاستوديو دي يصورون، أنا واجبي أصور لكم خارجي، فراح أصور لكم أجواء العيد اليوم من داخل مول المنصور حتى نشوف العوائل شنو فعالياتها شنو حركاتها شنو الفرحة اللي دي يعيشوها باعتبار أيام العيد تكون جدا مميزة ولها نكهة خاصة عند المسلمين بعد إفطار، بعد الإفطار اللي صاموا مثلا خلينا نقول 30 يوم في شهر رمضان، فالإفطار يكون عيد، والناس مثل ما تشوفون اليوم متواجدين بالمول، العوائل الأصدقاء الأقارب الكل موجودين، راح ناخذكم بالجولة حتى نتعرف على أجواء العيد اليوم داخل مول المنصور. أول ما نبلش السلام عليكم، ليش فلتت؟ السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ أنا حبيبي. كل عام وأنت بألف ألف خير. وأنت بألف خير حبيبي. الله يسلمك. صحة وسلامة عليكم وعلى الشعب العراقي عامة وعلى الإسلام أكيد بهذا العيد الفطر. ونسأل من الله عز وجل أنه يرجع عراقنا القديم ويرجع لنا الأمن والأمان ويرجع لنا كل شيء كان حلو. طبعا بجهود الحاضرين القائمين على المسؤولين على هذا الشيء إن شاء الله. بجهود الشعب المتحضر الواعي أكيد هذا الشيء، لأن الشعب العراقي دائما إحنا معروفين بالحضارة وبالطيب وبالكرم، إحنا اللي علمنا العالم وإحنا اللي صح يعني كل بلد يمر بانتكاسة يمر ب إحنا مرينا بانتكاسات مرينا بيها، بس إن شاء الله تتعدل بإرادتنا إحنا كشعب كعراقي كمتحضر أكيد، ونرجع إن شاء الله أحسن من الأول، ونقول كل عام أنتم بألف ألف خير إن شاء الله،
يا ربي يديم الامن والامان والصحه والسلامه لبلدنا الحبيب يا ربي ان شاء الله. اهلا وسهلا. اللهم امين وكل عام تبلغ خير وشكرا جزيلا. سلام سلام, سلام حبيبي. اذا جولتنا اليوم من داخل مول المنصور. نشوف اجواء الاعياد, نشوف الناس اللي يحبون يعايدون اليوم من خلال شاشه زاغروس الفضائيه. مثل ما تشوفون اليوم المول مكتظ جدا مثل ما قلنا بالعوائل, الاقارب, الاصدقاء, الصديقات, اليوم كلهم حاضرين. لكن خلينا نشوف انه اللي يشارك ويانا اليوم حتى يتحدث ويانا. شلونكم؟ اي انتي شلونك؟ اريد اعايدكم. اول شيء هذا النونو شو اسمه الحلو؟ علي. علاوي؟ زين, كل عام وانتم بخير, صحه وسلامه, ينعاد عليكم بالصحه والعافيه. الله يسلمك, شكرا جزيلا. من تحبين تعايدين اليوم من خلال شاشه زاغروس الفضائيه؟ عايد امي. الله, امك؟ ما شاء الله. عمي انتم حكموا مو كانهم خوات؟ حبيبي تسلم. شكرا. كل عام وانتم بألف خير. وانتم بخير ان شاء الله يا رب, الصحه والعافيه والامان على الجميع وللعراق بالذات. الله يخليك. زين, احكوا لي بشكل مختصر بالعيد, شنو اللي سويتوه؟ شنو اللي الطقوس اللي معتادين عليها ان تسووها؟ انت بالنسبه لي ايش راح تسوين؟ كليتش اكيد. بدينا نحضر ونسوق اشياء. وتنظيفات العيد اكيد لازم. وملابس العيد هسه احنا حاليا بدنا نسوق الملابس وراح نلعلاوي. راح نلتم ببيت جدو. اللمة وين تصير؟ بيت جدو, بيت اهلي. ايه اللهم يجمع لمتكم وديم الفرحه عليكم, وكل عام وانتم بألف خير. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لك. ممنون. الله يخليك. احبتي المشاهدين, مثل ما تشوفون اليوم احنا من داخل مول المنصور, مثل ما قلنا العوائل موجودين, الناس موجودين. طبعا احب انوه انه برنامجنا محيب الزاغروس اللي موجودين حاليا كادري داخل الاستوديو, طبعا اهنيكم واهني نفسي واهني ست هيفاء وكل الكادر والعاملين انه وضعنا بصمه. برنامج كان حلو, حصل على مشاهدات, حصل على اقبال الناس واستحسانهم, وهذا هو اهم شيء, وهذا واجبنا انه احنا نقدم كل ما هو حلو ومفيد وجديد, وإن شاء الله مستمرين ونحو الأفضل. خلونا نستمر بالجولة حتى نشوف الناس اللي متواجدين اليوم بالمول شنو اللي دي يسووه, شلون عيدهم. تعال, واحد يذبها براس الأخ وفلتوا. واحد يأشر على الأخ, ثالث ثلاثهم فلتوا. ما أعرف سر الكاميرا شنو, ليش يخافون من الكاميرا ما أعرف. بناتي شلونكم؟ شلون الصحة؟ أريد عايدكم. كل عام وانت بخير. اول شيء كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. العيد شلون تشوفيه؟ شنو الفرحه مال العيد؟ شنو طقوس العيد؟ مو انا ما اريد اكعبك وياي. عادي احنا باعي. انت شو اسمك؟ انا غفران. غفران, غفران, احنا واجبنا ننقل الصوت والصوره, الراي والراي الاخر, لذلك عيدكم مبارك. بس احكي لي عيدك شنو؟ والله احنا عندنا شغل, يعني احنا عيدنا انه العالم اللي تجينا نخدمها ونقوم بشغلنا يعني اتجاهها. بس زين, شلون الشغل وشلون هالحركه, حركه الزبائن خاصه بايام الاعياد؟ بهالايام يعني كلش حلوه وقويه. اي بهالايام كلش لود من ناحيه المشترى, الملابس, المكياج. يعني اشوفكم قاعدين هنا مصفطين وتسولفون. لا هاي هسه يعني احنا شفت كامل تدري يعني. صح. فشغل من الصبح لحد يعني هسه هالكم ساعه بدأوا يطلعون للبيت. بدأوا هسه يتوجهون للبيت. كلش تمام. اي يعني تقدرون تاخذون اجازه مثلا بالعيد؟ تقدرين تاخذين اجازه؟ لا نهائي. ولا انت؟ لا انا صار لي شهر بدون اجازه. انت ما كأبتيني بس يجوز كأبتي الناس. ارجع واقول لكم كل عام وانتم بخير, عيدكم مبارك, صحه وسلامه. شكرا ان شاء الله. وشكرا لك. حبيبتي المشاهدين, مستمرين بجولتنا من داخل المول. شلونك حبيبي؟ تعال. شلون هالزاغروس وياك؟ تخبل. الله عليك. انت اللي تخبل. انت كل عام وانت بألف خير. اقول لك بألف خير حبيبي. من تحب تعايد اليوم من خلال شاشتنا؟ والله احب اعايد كل الاصدقاء, كل القرايب, كل الناس اللي اعرفهم ويعرفوني. نعم. وان شاء الله سنه خير ورمضان كريم عليهم وعيدهم مبارك مقدما. اللهم امين. آمين. شكرا جزيلا لك يا حبيبي. عفوا حبيبي. حبيبتي المشاهدين وزملائي, طبعا انا لو بيدي افر لكم المول كله واطلع لكم الفعاليات كلها, لكن دائما الوقت ما يسعنا انه نكمل كل التفاصيل. لكن القدر المستطاع اللي قدرت انه اوضح لكم اياه بصوت وصوره حركه الناس وفعالياتهم في فتره العيد. لكن نشوف الاخوان هنا قبل ما نختم. شلونكم يابا؟ شلون الصحه؟ كل عام وانت بخير, صحه وسلامه. الله يسلمك. من عايدين توفيق ان شاء الله. الله يخليك حبيبي. من تحب اليوم تعايد من خلال شاشه الحب زاغروس الفضائيه؟ والله الشرف بالقناة أكيد. الأهل والأصدقاء وزملاء العمل وكل المسلمين
وهذا عيد، عيد الإسلام إن شاء الله عيد مودة ومحبة وإسلام وكل شيء حلو يحل على العراقيين. آمين. أريد تقول لي أحلى فعالية أنت مستمر دائما تسويها بالعيد، شنو شيء أنت لازم تسويه بالعيد؟ والله النطع عيدية لو البختي هاي أحلى شيء. خسارة يعني أحب الخسارة. بس هي فرحتهم فرحتي يعني إن شاء الله حلو. زين كل عيد إيش قد الذبح احكي لي؟ والله شو أقول لك، إحنا ناس وسطاء يعني جزء كل واحد 5-10 ونسلكه. إيه وندور خردة منا آلاف. الله يسلمك. الله يرزقك ويحفظ لأمتكم ويجعلها سنة خير وبركة عليكم. أروح لك حبيبي، شكرا شرفنا. الله يسلمك حبيبي. تعال تقعد تصور، تعال تعال، كل عام وانت بخير. دخل أقول لك كل عام وانت بخير. شو تسوي بالعيد سولف لي؟ ها شو تسوي بالعيد؟ كل شيء ما أسوي، كل شيء ما أسوي. ليش؟ فعاليات حركات كل شيء ما صدق أبد. هو يطلع يسوي فعاليات وأنا أبقى يقول يسوي لنا خوش أكل. شنو هالك تسوي اكلها طيب لا المرة لين قال لك فضحك لأنه وراح يروح وعفنانة بالأداو يعني اكل ما تسوي له المرة. إذن حبيبي كل عام وانت بخير، صحة وسلامة، ينعاد عليك الصحة والعافية الجميع ان شاء الله. رحم الله وده خجول بعد شوف لا طبيعي. يلا اشكرك عبتي المشاهدين، لهنا نختم جولتنا، جولة العيد. فبالتأكيد إن شاء الله تكون جولة هاي كافية ووافية ونالت استحسانكم ورضاكم. فهذه عودة إلى زميلاتي نور سعد ونور عسكر، لكم الجو وفي مال الله. إذن شكرا لك مغيث على هذه التغطية الجميلة، ومستمرين وياكم. أكيد الحوار وياكم ممتع وحيكون أجمل وأحلى ويا مربع البغدادي. ثوبك قصير وشفاف وثوبك قصير وشفاف هواية قصير وثوبك قصير وجبابه قصير وقلوبنا من الله تخاف ثوبك قصير وثوبك قصير وشفاف. قصار مني الغسيل لو قصديك نشوف الحجل طيرتي من عدنا العقل مطار من عدنا العقل شفنا اللي ذي ما ينشاف ثوبك قصير وشفاف هواية قصير ليش بابا قصير وثوبك قصير ابو 50 نجوم حرمنا والله من النوم ثوبك ابو 50 نجوم حرمنا والله من النوم حتى الفقير المظلوم حتى الفقير المظلوم يصيح جيبوا الاسعاف ثوبك قصير وشفاف هواية قصير وشفاف بابا قصير وشفاف لابس اشكال الوان دخلتي بينا الشيطان يا لابس اشكال الوان دخلتي بينا الشيطان لا بالانس لا بالجان لا بالانس لا بالجان مثلك ابد ما ينعاف ثوبك قصير هواية قصير يا معودة قصير وشفاف وشفاف
مستمرين وياكم، ونحب نعرف المن حابين توجهون بما انه عيد فطر مبارك ان شاء الله، المن حابين تعايدون؟ والله اكيد يعني احنا نعايد الاهل، وبما انه احنا بدنا نحكي على برنامج محيب الزاقروس، نعم يعني نشكر ست هيفاء الحسيني، يعني هو اشرافها كان الموضوع وموافقتها، كل التحيه لها، ويعني هواي سوت لنا تسهيلات، استاذ كريم مدير الاداره، والكوادر المصورين يعني من نوار وياسر ونكتل تحياتنا لهم، محمد خليل و حيدر عماد، يعني كلهم ما قصروا والله، يعني لأن هو البرنامج متعب جدا يعني كلش كان متعب، يعني تعرفين لانه الجمهور يدخلون بالكوادر، يدفعون الكاميرات، يدفعون الاضاءه، فالولد كلش كانوا يتعبون يعني، كان قتال مبرنامج إيه يعني متاخر يعني فايت وقت والده فوق الوحده يلا نخلص يعني يوميه يعني حلو. طيب وانت يا رسل المن تحبين تعايدين؟ فعلا يا نور، مثل ما ذكر استاذ ياسر اول بدايه احب اعايدكم انتم زميلاتي حبيبتي، كل عام وانت بالف خير، انتم العيد يعني ان شاء الله نشوفك نجمه حلوه حبيباتي، انتم ان شاء الله من ألق الى ألق تزيدون تألق ان شاء الله يا رب. بصراحه مثل ما ذكر استاذ ياسر كان في صعوبات، كنت انا دائما انوه انه كان حلبه مصارعه صراحه، لانه كانت كلش ضغط على الموجودين الكادر، لكن الكادر تميز بكثير من التفاصيل، كانوا يعني ما كنا نحس بأي شيء، كل شيء محضري وعلى أتم وجه. بصراحة أحب أشكر الفرقة اللي مرافقتنا كانت، وأكيد تحياتنا لهم، كان هو يعني تعبان ويانا بشكل مو طبيعي بالتوجيهات والتفاصيل، مع هذا نحن ما حاسين بشيء، وجند الجنود المجهولة اللي كانت خلف الكواليس من مصوري من مونتيرية من إضاءة جمال أكيد جمال موجود طبعا، تحياتنا لكم شباب، حتى المساعدين كانوا كلش يعني ولا واحد كان بهم عنده أكيد جنود خلف الكواليس ما حد ما يعلم بصراحة، وعلى رأسهم أكيد ست هيفاء الحسيني وجه لها تحية، لأنه كان حضورها ببرنامج محب الزاكروس كان إضافة صحيح؟ أكيد أستاذ كريم، كل القناة، كل العاملين بالقناة كلهم أقول لهم كل عام وأنتوا بألف خير، وإن شاء الله أشوفكم بأحسن حال. طيب على الصعيد الشخصي المونتيرية يعني لا لا ذكرت المونتيرية وتحديدا بالقاسين مروان، يعني مروان استعبي أكثر ناس نخبصوا ويانا حرفين المونتيرية، لأن بصراحة هم خلف الكواليس، كنت أتمنى أنه يحضرون، سويناهم دعوة أنه يجون ببرنامج محاب الزاكروس لكن ما لحقوني صراحة من كثرة الضغط وكثرة اللود اللي عليهم. أصعد الشخص اللي ما تحبين تعايدين بالعيد؟ أكيد أهلي طبعاً. طيب شكراً لوجودكم لهذا اليوم، وشكراً على هاي الأجوبة الحلوة بخصوص برنامج حي بالزاكروس، وأتمنى لكم النجاح والتألق الزاهر سنة عن سنة، وإن شاء الله السنة الجاية برنامج ناجح أكثر من حي بالزاكروس. كل عام وانتم بألف خير للمرة الأخيرة، كل عام وانتم بألف خير، كل عام وانتم بألف خير نور، وعيدك سعيد إن شاء الله، وأكيد أعايد كادر قناة زاكروس. أسعد الشخص الكل، أكيد أعايد أهلي وعايز زوجي حتى يزعل علي واطفالي، وبعد المن الكل عايد الكل حتى لا تنسى الكل كل عام وانتم بالف خير جميعا، واكيد ما ننسى العايد الفرقه البغداديه للمربعات، كل عام وانتم بالف خير عيدكم سعيد. اكيد مشاهدينا الكرام كل عام وانتم بالف خير، وان شاء الله عيد محبه وبركه. لهنا نكون وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، واكيد انتظرونا بحلقات اخرى حنكون مرافقكم طول عيد الفطر المبارك اكيد. شبيدي على اللي بلان بعشرته، ايدي على اللي بلان بعشرته، ويدرين احبه واموت بفرقته، شبيدي على اللي بلان بعشرته، ويدرين احبه واموت بفرقته، وقبل
20 احبه واموت بفرقته. ايش بيدي على اللي بلاني بعيش ويدرين احبه واموت بفرقته. ايش بيدي على اللي وشهود كلكم على ياهل الهوى وشهود كلكم على ياهل الهوى. شباش نذري علي برجعتش فيدي على اللي لو يدرين أحبه وموت فرقته. ويدرين أحبه وموت فرقتش بيدي على الليبل. شباش ندري يرد لي البدل واذبح ذبايح لعد الله نذر واجني بخدوده ورد لولا الشذر. اجنب خدوده ورد لولا الشذر. شمام خده وعقيق بشفتي على اللي بلان بعشرته. ويدرين احبه واموت بفرقته. ايش بيدي على اللي بلان بعشرته. يا بش بيدي على اللي بلاني بعشرته.